حفل زفاف بلا عريس ولا حتى عروس، وربما لأول مرة تشهد اليمن قصة من هذا النوع. ومع ذلك تغمر الفرحة المكان، ويشعر المشاركون في حفلة الزفاف هذه أن الوضع طبيعي في هذه القاعة في إحدى أحياء العاصمة صنعاء، حيث بدا كل شيء على حالته، الحضور، المغني والراقصون. فلا بأس بالنسبة لهؤلاء أن يكون مراسم حفل زفاف صديقهم مكتمل المعالم، ويكتفي فيه رفاق المصور الصحفي عيبان اليوسفي بتعويض غيابه بصور على جدران المكان. لكن ما لم يحدث أنهم لم يتخيلوا يوماً أنه سيقام عرساً للغائب الحاضر، ولم يصافحوا العريس، ولم يحتضنوه كما يفعل أصدقاؤه الآخرون هنا، حيث وصل وأقام منذ أشهر في العاصمة المصرية القاهرة. ووسط الكثير من الأصدقاء، أحيا عيبان مناسبة الزفاف في ذات اليوم التي وافقت حفلته في صنعاء الحزينة، حيث الأفراح تقام منقوصة وبلا مذاق لطالما تستمر الميليشيات جاثمة على صدر البلاد، وتبقى الحرب فاصلا زمني يفسد كل شيء.